ياسر، هو طبعا زي ما حضرتك بتقول متعودين على الاحداث دي كل فتره بتحصل في نادي الزمالك، بس النهارده لما يكون في هجمه شرسه عليك من ساعه ما استؤنف يعني عوده النشاط، وانت النهارده يمكن انت واخد الاهلي في سكه مش بتاعته، لما تطلع تتكلم عن بادجي سافر ومجاش، لا كهربا ديانج قصدي، لا كهربا، لا كذا، فانت وفايلر كمان كان الكلام عليه من كتير قوي الايام اللي فاتت دي، وفي لقطه يجي هروب كارتيرون، ده بتفسره بايه؟ يعني هو طبعا الحمله معموله من بدري يعني، بس انا طبعا عارف القيم والمبادئ اللي موجود عليها النادي الاهلي ومجلس الاداره، وعارف هم بيشتغلوا ازاي مع الناس اللي بتتعاقد معاهم. الاعلام يعني سهل ان اي حد ممكن يقول اي حاجه كابتن هاني، خلاص يعني السوشيال ميديا دلوقتي بالظبط، يعني للناس مفتوحه كلها. للناس كلها وكل واحد ممكن يقول اي حاجه. هل هي بقى حقيقه او مش حقيقه دي بترجع للمصدر الاساسي، لكن فعلا كان في هجوم شرس على النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، سواء من لاعبين او مستر فايلر الفتره الاخيره، لكن فوجئنا النهارده طبعا الاحداث انقلبت، يعني زي ما بيقولوا انقلب السحر على الساحه.